مرحبا، بدنا نحكي الآن عن شيء مهم بيطلبه جميع العملاء، بيطلبه الأدمن، بيطلبه المالك، بيطلبه رئيس الحسابات، وهو صلاحيات الدخول، وهو صلاحيات الدخول للبرنامج. هاي موجودة تحت فايل Company User Access List. طبعا البرنامج لأنه بيشتغل باللغتين العربية والإنجليزية، فتستطيع أنك التحويل إلا اللغة العربية من خلال هذه الأقولة بالضبط، إلا هنا يتحول باللغة العربية. User Access List بتضغط هنا بيجي عندك القائمة. هلأ في هذه القائمة الأدمن فقط هو الذي يستطيع أن يتحكم في هذه القائمة. اليوزر أدمن يعني عند الدخول إلى البرنامج بيكتب يوزر نيم أدمن، اللي هو هذا الأدمن أول واحد دائما بيكون. هنا يتم إضافة المستخدمين، هنا يتم إضافة المستخدمين. هلأ الإضافة مستخدم جديد تأتي إلى هنا بتقول نيو يوزر، مستخدم جديد. الآن تكتب اسمه مثلا يوزر 15. هلأ إذا كان هذا المستخدم هو موظف داخل الشركة فأنت تستطيع أن تستخدم اسمه إذا كان موظف داخل الشركة، ويظهر هنا رقم الموظف، ولكن هذه الخانة ليست إلزامية. تعطي يوزر نيم باسورد من هنا، وبتأكد على الباسورد إذا كانت صحيحة هون للتأكيد عليها، ثم اختيار إذا كان هذا فعال أو غير فعال هذا الموظف، ويظهر هنا تاريخ الإنشاء. هنا يمكن إضافة إيميل لهذا الموظف، نحتاجه في حالة إرسال إيميلات له، وهنا إذا كان في سي سي. طبعا إذا كانت الشركة الشركة التي تستخدم البرنامج عبارة عن group of companies، يعني لديها مجموعة شركات، نستطيع أن نحدد هنا بأي شركة مسموح لليوزر 15، أي شركة مسموح له أن يدخل عليها ويعمل إجراءات. ممكن Company 1، ممكن 2، ممكن 3، هكذا يتم تحديد إلى أي شركة يعمل عليها هذا الموظف. ممكن نختار كلهم، لأن في بعض الشركات عبارة عن مجموعة من الشركات Group of Companies، فنسمح له بجميع الشركات إلى بعض الشركات، ثم تعمل حفظ أو Clear أو Close بدون حفظ. هلا بالنسبة لنا هذا إعداد الاسم، ولكن في عنا إعداد الصلاحيات. كيف بدنا نمنح صلاحيات؟ الصلاحيات أول شيء نختار هذا الاسم، ثم نعمل Setup Users Permission. Setup User Permission في عنا Levels تستطيع أن تشاهدهم بهذا الليفل بالشكل الذي أمامك. أوكي، هذه هي الصلاحيات التي ممكن أن تشاهدها، وبالتالي يمكن اختيار بشكل سهل إذا تريد إعطاء هذا المستخدم السكرتيري مثلا أكاونتين. بكل بساطة أنت تضغط هنا أوكي، وتلاحظ أنه أخذ الصلاحيات كاملة، أو تزيلها أنه لا توجد صلاحيات. الميزة في البرنامج الحناوي أنه يظهر لك جميع المنيوز، يظهر لك جميع المنيوز الموجودة في أعلى الشاشة، يعني كل المنيوز تبعت البرنامج تستطيع أن تشاهده، وبالتالي في مرونة عالية بالصلاحيات التي تريد إعطائها إلى المستخدم. يعني على سبيل المثال تريد إعطائه مثلا كاش بيمنت على سبيل المثال أوكي، فأنت تأتي هنا إلى الأكاونتينج أوكي، وتختار تريد كاش بيمنت أوكي، هاي كاش بيمنت. كاش بيبلز لا تريد أوكي، يتم إزالتها. تشيك بيبلز لا تريد أوكي، يتم إزالتها. ولكن إذا كنت تريد، إذا ترغب أن تعطيه بكرييت أونلي، إنشاء فقط، فأنت تزيل هذه الأشياء من هنا فقط. هو ينشئ كاش بيمنت فقط، هو يعمل على إنشاء كاش بيمنت فقط لا غير. أوكي، هذه هي الصلاحيات اللي احنا بنحكي عنها. ممكن نشوف الليفل بهذا الشكل أوكي، الفايل كومباني الليست الأكاونتينج مثلا، في عندك مجموعة الليفلز. الأكاونتينج هنا لاحظ أنه ممكن نشيل بنك ترانسفير
ممكن هذه كل المنيوز نشيل عنه ونبقي على الكاش بيمنت فقط، اتريات او انشاء الكاش بيمنت من هنا. هكذا يتم عمل الصلاحيات بالنسبة لكل مستخدم. هلا في عنا كوبي من مستخدم اخر، كوبي من مستخدم اخر، يعني اذا ما بدنا نصرف وقت على كل مستخدم اللي عنا 20 30 مستخدم ماشي، نستطيع نقول كوبي عن سارة مثلا او كوبي عن اي يوزر اخر موجود هون قدامنا، ويتم عملية نقل الصلاحيات اوتوماتيكلي من يوزر 1 الى يوزر 2 الى يوزر 3 بناء على ايش؟ بناء على الكوبي. طبعا لازم نلمح نقول ان هذه الصلاحيات الموجودة عند حناوي تختلف عن الصلاحيات الموجودة عند برنامج الكويك بوكس. الكويك بوكس له صلاحيات مستقلة وحناوي له صلاحياته طريقة الاستعراض الخاصة به. طبعا بالنسبة لليوزرز في الكويك بوكس لازم يكون في عنده فل بيرميشن على الترانزاكشن اللي تم اختيارها، يعني الكاش بيمنت هون اعطيناها لليوزر، لازم في الكويك بوكس يبقى في عنده الفل بيرميشن والا بصير دوبليكيت. هذه هو بسبب البرنامج البسيط اللي بجعلنا نودي ونجيب بيانات لبرنامج الكويك بوكس. هكذا يتم اعداد الصلاحيات من هنا. الان الصلاحيات الادمن، صلاحيات الادمن في برنامج الحناوي هي لجميع الموديولز داخل البرنامج، لجميع الموديولز داخل البرنامج، ولكن في بعض الموديول تحتاج له صلاحيات خاصه. مثل ماذا؟ مثلا سيت اب، من هون سيت اب باسورد فور اتش ار يوزر. اذا ممكن نقول السكرتري بدنا نعطيه صلاحيات معينه، وهي ايش؟ ونعطي ايش؟ باسورد لهذه الصلاحيات. يعني بعض الصلاحيات للسكرتري، ونفترض هو بشؤون الموظفين، اوكي، بدنا نعطيه صلاحيات انه يتم مثلا ايديت او تعديل بعض العمليات التي تم الموافقة عليها، بعض العمليات التي تم الموافقة عليها، يعني نعطيه صلاحيات إضافية للإلغاء أو الحذف. هلا إذا لم يكن هناك باسورد للإتش آر واحتجنا وتم الحاجة إلى عمل إلغاء لبعض العمليات زي ما هو مكتوب هون، if the password is not set system will ask to fill admin password while edit or delete activities. يعني هناك بعض العمليات خاصة في شؤون موظفين زي إلغاء إجازة بعد الموافقة عليها تحتاج إلى password. الباسورد مين عادة بدخلها؟ مثلا الـ HR manager إذا عباه هون، إذا ما عبا ما كان في إعداد يطلب الـ admin password لهذه العملية. تستطيع عمل هنا edit user زي ما هو موجود عندنا، تستطيع انك تحط الباسورد والمعلومات كلها من هنا وتختار الكومباني نيم، set up user close and new company. بهذا الشكل نستطيع ان نعمل صلاحيات الدخول. الان مثلا في عندنا سكرتري زي ما انتبهنا في له او في لها صلاحيات محدده، ليس لها صلاحيات كاملة. حددنا مثلا بالليست، حددنا في السي ار ام كانت محددة، حددنا بالتقارير. معنى ذلك ايش؟ انه جميع الاذر منيوز لن يتم مشاهدتها. هذا هون اللي عم بيصير، لا يتم ابقاء المنيوز التي لم يتم اختيارها في البرنامج، يتم اظهار فقط المنيوز التي تم اختيارها فقط، وذلك تخفيفا على مين؟ المستخدم، من شان ما يشوف كل شيء، ما يكون ازعاج بالنسبه له. يعني لماذا يشاهد منيوز وهو لا يستطيع الدخول اليها؟ هنا ضمن الشاشه تبعت اليوزر اكسس منيو تستطيع ان ترسل كل شيء الى الاكسل، تستطيع ان تطبع هذه القائمه. عندما ترسل الى الاكسل هنا فإنه يرسل جميع المنيوز تبعت البرنامج، وهنا يستطيع في الشركات الكبيرة
أن يبني قائمة في الإكسل أعمدة، العمود الأول هذه المنيوز، العمود الثاني يوزر 1 يوزر 2 يوزر 10 أو محمد محمود فرانك إلى آخره، مشان يبني الصلاحيات ويأخذ موافقة عليها قبل المباشرة في بناء الصلاحيات هنا. الآن نحن نريد أن نعمل على إعادة إدخال ريكونكت للبرنامج مشان نعطي مين للسكرتري إنه يدخل على البرنامج، بناخذ سكرتري وبناخذ الباسورد. طبعا نقرأ بيانات إذا لها علاقة في الكويك بوكس. لاحظ هنا فقط نلاحظ أشياء محدودة بحسب الصلاحيات اللي احنا أعطينا، سمحنا بالقائمة، سمحنا بالسي آر إم، سمحنا بالتقارير، منعنا كل الأشياء، لا يوجد إدارة على قرارات ولا يوجد شؤون موظفين ولا يوجد أي شيء إطلاقا. الهلب أند سبورت دائما موجودة لجميع المستخدمين، دائما موجودة. التقارير يسمح هنا، طبعا إذا بدنا نوقف بنوقف بعد التقارير حسب الصلاحيات زي ما احنا ذكرنا هنا. فلذلك الصلاحيات تمنح من قبل الأدمن، هو الذي يمنح الصلاحيات، وهذه الصلاحيات هي التي تحدد المسؤولية على المستخدمين. الصلاحيات طبعا في عندنا التقارير في موضوع الصلاحيات، انه من هنا اللي هو اوديت ترايل نستطيع ان نعرف العمليات التي قام بها المستخدم من خلال اسم اليوزر، نستطيع ان نعرف المستخدم. يعني مثلا لو وسعنا التاريخ شوي من هنا فاننا نلاحظ انه الادمن يوزر شو عمل عمليات، اوكي، او اذر يوزرز ان وجدت. طبعا يوجد هنا فلتر باي يوزر مشان نعرف كل يوزر شو اشتغل وشو العمليات اللي قام بها. مثلا سكرتري بنقدر نشوف من هنا او الاذر يوزرز. في عندنا هنا فلتر باي اكتيفيتي، فلتر باي اكشن تيكن مثلا، وهكذا، وفلتر باي اول. الان في عندنا الكستمايز، هذا الشهر، هذه السنه، السنه الماضيه، الاخر بنقدر ناخذها، ومن هنا بنقول انه هذا اليوزر شو الاشياء اللي عملها. او بطريقه ثانيه في عندنا الكاش بيمنت، مين عملها، يعني تبدا هنا بالاكتيفيتي، اما هنا فهي تبدا باليوزر. الديتيلز كمان نقدر نشوفها، سيلكت باي يوزر، مين اللي عمل هذه العمليه. فهذه التفاصيل كلها يستطيع اليوزر أن يشاهدها في أي وقت يريد. طبعا أكيد في تقارير هنا، مثلا الكوليكشنز، مثلا الكاش ريجستر أو تشيك ريسيف، في الكثير من التقارير تستطيع مشاهدة اليوزر من هنا، من هو اليوزر اللي عمل مثلا الكاش بيمنت، تشيك بيمنت، تيست، كذا إلى آخره. تستطيع أن تشاهد المستخدم الذي قام بهذه العملية وتعمل فلتر للبرنامج. كمان طبعا المستخدم، الفلتر تبع المستخدم موجودة بالتقارير، تقدر تعمل فلترين في كل التقارير. طبعا القاعدة العامة عندنا أنه إذا كان هناك بعض النواقص في البرنامج من المؤكد أننا نقوم ب إضافتها، أو إذا وجدت طلبات خاصة للمستخدمين فنحن نقوم بإضافة هذه الطلبات الخاصة. طبعا يوجد هنا أيضا User Access List لشؤون الموظفين، أيضا ليس فقط للمحاسبة، وأيضا شؤون الموظفين في الأدمن، شو الأشياء اللي عملها، Stop Salary Release، كل العمليات هذه سبق أن تم شرحها سابقا. وبالتالي نحن نستطيع الفائدة من اليوزر، نستطيع أيضا أن نقيم كل مستخدم ما هي الإنجازات الخاصة به. يعني مثلا هذا مستخدم في الـ HR عمل
12 عملية جديدة، عمل تعديل، عمل كذا 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 وهكذا. في هذا الشرح أعتقد بنكون غطينا معلومات عن صلاحيات الدخول، وشكرا جزيلا.